الشعر والأدب والسينما والموسيقى امتزجت جميعها في هذا المكان في حفل إطلاق الملتقى الثقافي المنوع، لأن التذوق فن. الشمس تغزل لنا من ذهب خيوطها رداء وحكاية، وعلى كتف الأمل نتكئ. لأن التذوق فن، نحن بحاجة لهذه اللقاءات، بحاجة للقاءات تمثل الشعب السوري، تمثل هذا المجتمع الذي هو مصر على الحياة رغم كل إرادة الموت التي يريد بنا العدو. طبعا نحن ملتقانا هون يعني باستمرار، كان نحن كل أسبوع كنا بنعمل مرة لقاء يخص المسرح، كأن نحضر مسرحية ونرجع نتناقش فيها، أو يكون قراءات، يكون قارئين كتاب أو رواية، أو أحد منا يقرأ شيء من شعره. في أسبوع للسينما نختار روائع السينما السورية والسينما العالمية ونحضر ونتناقش فيه، كل واحد فينا بيعطي رأيه ولا يغني الآخرين في شيء، يعني أنا بشوفه بالفيلم غيري لا ما بيشوفه. فاليوم لقاءنا اليوم هون أول مرة بيكون بالمركز الثقافي العربي بأبو رمان، هي أول مرة كنا بالعادة نلتقي بأماكن خاصة. أنا بشتغل على تاريخ سوريا 8000 عام. أنا مساوي 8 أفلام عن 8000 عام بتاريخ سوريا، 8 أفلام. لا ما حدا سوى عن تاريخ سوريا يا أخي، هي بلدنا. وأنا قلت بحكي قدام بالتلفزيونات العربية تحيا سوريا، هذا من القلب. التنوع بيعطي نكهة خاصة للقاءات، يعني عرض فيلم ثم موسيقى ثم شعر ثم نقاشات حول فيلم، هذا كل يعني هالأشياء بتعطي المتلقي الحاضر الجمهور أشياء أو نفسية حلوة ترفع بنفسيته. من مختلف الأعمار السوريون اجتمعوا هنا ليؤكدوا أن الثقافة هي إرادة الحياة وأنها رسالتهم الحضارية على مر العصور.